بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي حول Signal Analysis and Definition of Modulation. بصورة عامة نقدر نصنف الإشارات اللي موجودة إلى صنفين. الصنف الأول نسميه Deterministic والصنف الثاني نسميه Random. الآن شنو مفهوم Deterministic وشنو مفهوم Random؟ ضروري جدا أن يكون عندنا فرق واضح بيناتهم. الديترمينستيك نقصد به انه which can be expressed mathematically as a function of time. يعني ما معناه بالديترمينستيك سيجنالز لازم يكون عندي في التعبير الرياضي يمثل هذه الدالة مع التغير بالزمن، مثل ما الان واضح قدامكم هذا المثال f of t تساوي t سكوير. هذا ما معناه انه ببساطة لأي قيمة من قيم التي أنا أقدر أوجد قيمة الأفورتي، يعني تصرف هذه الدالة مع التغير بالزمن يكون واضح ومحدد من خلال المعادلة اللي تحكم عمله. هذا النوع من الإشارات نسميه Deterministic، يعني ما معناه تصرفه واضح ومحدد ومعروف من خلال المعادلة اللي تحكم عمله. إذن النوع هذا واضح التصرف، عكسه هو الراندوم واللي نقصد به أنه ما راح يكون عندنا أي معادلة تحكم عمله مع التغير بالزمن، وإنما التصرف مالته يكون غير متوقع وكذلك غير مخمن. من هذه الأنواع عادة ما يكون النويز سيجنال هي من نوع الراندوم سيجنالز. أما عملية التعامل مع هذه الإشارات فتكون من خلال بعض الأحيان طرق إحصائية تخمينية حتى نقدر نخمن التصرف. طبعا فرقها يكون كبير بالنسبة للديترمينستيك من ناحية دقة التعامل مع هذه الإشارات. كذلك نقدر نصنف الإشارات من خلال تصنيف آخر اللي هو نقصد به بريدك and non-بريدك، أو بعض الأحيان نسميها أبريدك. هنا الإشارات ممكن أن نصنفها من خلال تصرفها مع الزمن إلى متكررة وغير متكررة. يعني شنو نقصد بها متكررة؟ المتكررة أو البريدك which can be repeated itself after a fixed length of time. يعني ما معنى هذه الدالة لو لاحظ هذا الشكل بعد أن مر T نوت أو زمن معين محدد إلها حسب الدالة أو حسب السيجنال المعينة، فراح نشوف أنه هذه الإشارة إلى أن ينتهي التينوت تبدي مرة أخرى تكرر نفس الشكل مالتها اللي كان خلال فترة التينوت السابقة. هذه نقصد بها الدالة هي المتكررة، أو هذا التصنيف اللي يشمل هذه الدوال نسميها أو نصنفها بالبريدك فانكشن. الأخرى أو التصنيف الآخر اللي هو نان بريدك، مثل الإشارة اللي واضحة أمامكم هنا، راح يكون شكلها هو غير متكرر، يعني ما موجود خلال فترة زمنية معينة نلقى تكرار للإشارة بعد ذلك، وهذه النوع من الإشارات نسميه non-periodic. إذا نقدر نصنف الإشارات تصنيفين، ممكن أن تكون الإشارة deterministic أو ممكن أن تكون random، وممكن الإشارات قد تكون periodic وقد تكون non-periodic. هذه تصنيف عام للإشارات. نأخذ بعض أنواع هذه الإشارات. النوع الأول هو الإمبلس أو الدارياك، بعض الأحيان نسميها دلتا فانكشن. هذه الفانكشن شنو التصرف مالتها؟ مثل ما تشوفون بالشكل أمامكم راح تكون قيمتها إنفينيتي بالزيرو لما يكون التي زيرو قيمتها إنفينيتي، otherwise هي قيمتها صفر. بعض الأحيان تكون هذه الدلتا فانكشن مو بالزيرو وإنما مشفتة إلى تي نوت في أي منطقة من التايم اللي موجود تتغير به. هذه الدالة بالحقيقة لها بعض البروبرتيز أو الخصائص والمواصفات نستفاد من عدها رياضيا. الخاصية الأولى أنه الانتجريشن للدلتا فانكشن من الماينس انفينيتي للانفينيتي راح يساوي لنا واحد. إضافة إلى ذلك لو ضربنا الدلتا فانكشن في أي دالة أخرى واحتاجين نكاملها من ماينس انفينيتي للانفينيتي فهو راح يكون مساوي لقيمة الدالة في الزيرو. الخاصية الثالثة لو ضربنا أي دالة بدلتا فانكشن وهاي الدلتا فانكشن تكون مشفتة للتي نوت وكاملناها من ماينس انفينيتي للانفينيتي راح تكون مساوية لقيمة الدالة بالزمن المشفتة إلى الدلتا. هذه ثلاث ميزات ممكن تفيدنا كثيرا في تسهيل العمليات الحسابية مع الدلتا فانكشن. الدالة الأخرى اللي هي يونت ستيب،
يونت ستيب واضحة من الشكل هنا، قيمتها راح تكون واحد لما تكون قيمة التي أكبر أو يساوي إنه صفر، وتكون قيمتها صفر لما تكون التي أصغر من الصفر. الدالة الثالثة اللي هي سيجنم، وهذه الدالة واضحة من الشكل، عندها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لما تكون التي أكبر من صفر تكون قيمتها واحد، ولما تكون التي صفر راح تكون قيمتها صفر، أما إذا تكون التي أصغر من صفر بهذه المنطقة فراح تكون قيمتها سالب واحد. هذه الحقيقة ثلاث أنواع من الإشارات، مثال على الإشارات واللي قد نستخدمها كثيرا في أمثلتنا بالاتصال. الآن أكو موضوع جدا مهم أنه نحتاج في بعض الأحيان في خصوصا بالاتصالات أن نعرض الإشارة مع التغيير بالتردد. يعني عادة ما سابقا في المرحلة السابقة أخذتوا أنه ترسمون الدوال تغيرها مع الزمن، وهذا نقصد به هنا بالتايم دومين. الدومين مقصود به أنه الفاكتور اللي احنا نتعامل معه أو تتغير بالدوال، فإحنا سابقا ببساطة تعاملتوا مع تغير التايم فلذلك كان تصرفكم ضمن التايم دومين. الآن نحتاج الانتقال إلى دومين آخر اللي هو يعتمد على التغير بالفريكونسي. ليش نحتاج أنه نروح للدومين اللي يعتمد على الفريكونسي أو الفريكونسي دومين؟ لأنه عادة ما إحنا نريد بالاتصالات نشوف تصرف الدوال مع التغير بالفريكونسي، هذا هو معيار مهم عندنا. كذلك معلومة أخرى أنه عادة ما نحتاج الانتقال إلى دومين آخر لتسهيل التعامل مع المعادلات. يعني بعض الأحيان تكون أمور معقدة في دومين معين، تنتقل إلى دومين آخر يكون التصرف معها بغير شكل وإنما يكون أسهل، فبعض الأحيان ننتقل إلى دومين آخر لتسهيل العمليات الحسابية. وملاحظة مهمة جدا أتمنى الكل ينتبه لها، أنه قاعدة في كل انتقال إلى دومين آخر المفروض عندنا فالطريقة ننتقل بها لهذا الدومين، وهذه الطريقة شرط أن تكون reversible. شنو نقصد reversible؟ يعني ما معنى إحنا لو انتقلنا إلى الدومين اللي هو الآن frequency domain المفروض عندنا طريقة أخرى ترجعنا إلى الدومين الأصلي اللي هو مثلا الآن عندنا time domain، هذا نسميه reversible. هنا عندنا للانتقال للفريكونسي دومين نقدر نستخدم فوريير سيريز أو الفوريير ترانسفورم. هذه الفوريير سيريز هي عبارة عن معادلات ممكن نحول بها الدالة من التايم دومين إلى الفريكونسي دومين. الآن نلاحظ عندنا الفورورد ترانسفورم اللي هي تحولني للفريكونسي دومين. تلاحظون هنا المعادلة النهائية راح تكون بدلالة الفريكونسي. هنا نحتاج انتجريشن للدالة اللي احنا نحتاج نحولها من التايم الى الفريكونسي، مضروبة الدالة باكسبونينشال ماينس جي اوميجا تي دي تي. راح بالنهاية من نكمل هذه المعادلة راح تكون عندنا معادلة بدلالة الفريكونسي. هذا ما معنى الدالة الان تحولت للفريكونسي دومين ونقدر نتعامل معها، نقدر نرسمها بالفريكونسي دومين على اعتبار انه هي راح تكون بدلالة الفريكونسي. فببساطة نقدر نرسم تغيرها او نعرف تغيرها مع تغير الفريكونسي. اضافة الى ذلك اذا احتاجينا نرجع الى التايم دومين المفروض نستخدم معادلة الانفيرس ترانسفورم بالنسبة الفورير واللي هي 1 على 2 باي انتجريشن ماينس انفينيتي للانفينيتي للدالة اللي هي المفروض الآن بدلالة الفريكونسي مضروبة في اكسبونينشال جي اوميجا تي دي اوميجا. هذه كلش مهم انه احنا نفتهم نقطتين. النقطة الاولى احنا انتقلنا للفريكونسي دومين على اعتبار انه راح يسهل عندنا نفهم تصرف الدالة مع الفريكونسي. إضافة إلى ذلك كنا الانتقالة لدومين آخر تكون بعض الأحيان لها ضرورة لتبسيط التعامل الرياضي مع الدوال، ولكل طريقة تحول إلى دومين آخر يجب أن تكون قابلة للانعكاس، يعني تقدر ترجعني للدومين الأصلي. إذن هذه النقاط جدا ضرورية أنه نفهمها قبل أن نتعامل مع الفورير. حقيقة فورير سيريز أو فورير ترانسفورم راح تأخذوها بتفاصيل كثيرة في مادة أخرى هي ضمن هذه المرحلة اللي هي الرياضيات التحليلية. فإحنا قدر تعلق الموضوع بالاتصالات، فراح ممكن الطالب يستخدم المعادلات ويوجد الفورير سيريز إذا احتاج أنه يرسمها أو انطلب من عنده يوجد الرسم.
أو يقدر يستخدم المعادلات أو التحويل بين الدوال المعروفة إلى الفورير ترانسفورم. الآن لو أخذنا مثال إنه شلون نحول، نقدر نحول دالة الكوساين اللي هي f of t a كوساين أوميجا نوت t زائد ثيتا، هذه شلون نقدر نحولها إلى الفريكونسي دومين وشلون نشوف الرسم مالتها بالنسبة للفريكونسي. أول ملاحظة إنه إحنا نقدر نكتب الكوساين والساين بدلالة الإكسبوننشال. عندنا معادلات مرة عليكم سابقا اللي هي الايلر فانكشن، نقدر بيها نكتب الكوساين بشكل اكسبوننشال جي اكس زائد اكسبوننشال ماينس جي اكس على 2، وكذلك الساين عندنا الى معادلة ونقدر نكتبه. اذا لو عوضنا هذا بدل الكوساين راح نحصل على انه الاف اوف تي هذه راح تكون اي اوفر 2 اللي هي هذه اجت الاثنين مضروبة في اكسبوننشال جي اوميجا نوت تي زائد اكسبوننشال ماينس جي نوت تي. الآن أصبح الكوساين أو المعادلة اللي أنا أريد أحولها للفريكونسي دومين بهالشكل. الآن الطالب مخير أنه يستخدم الفورير إكويجن اللي عرضناها بالسلايد السابقة ويسوي إنتجريشن ويوجد هنا الـ f of t بدلالة الآن تتحول إلى الفريكونسي، بعد ذلك يرسمها. ممكن طريقة أسهل أو أبسط اللي هي باستخدام التحويلات أو جداول التحويلات الثابتة اللي هي already مسوي لها فورير بطريقة المعادلة وواجدين النتيجة النهائية. الآن حسب الجدول واللي راح تشوفوه الإكسبوننشال بالتايم دومين لو إجينا سوينا لها عملية تحويل باستخدام الفورير راح نلقاها بشكل impulse function بقيمة هذا التردد، والامبليتود مالتها راح يكون نفس امبليتود المعادلة اللي عندك. إذن ببساطة نقدر نقول إنه هذولي التو إكسبوننشال بالتايم دومين راح يكونون هم عبارة عن إمبلس فانكشن بالفريكونسي دومين. شلون ذولي قيمهم الإمبلس فانكشن؟ الإمبلس حتى نرسمها مثل ما شفتوا سابقا نحتاج وين تكون موجودة على التايم دومين أو على الفريكونسي دومين إذا كانت الإمبلس بالتايم أو بالفريكونسي. فلو كانت بالفريكونسي اذا نحتاج ان الفريكونسي اللي هي موجوده به ومقدار الامبليتود اللي تكون به هي صاعده او رايزنج لحد هذا المقدار. اذا هنا بما انه اول وحده هي اكسبوننشال بالتايم وعرفنا انه من خلال تحويل الفورير راح يكون الاكسبوننشال تحويلها من التايم الى الفريكونسي راح يكون بشكل دلتا، اذا هذه الإكسبوننشال الأولى راح تكون دلتا قيمتها بالتردد مالتها الأوميجا نوت والأمبليتود مالتها هو أي أوفر 2. الإكسبوننشال الثانية كذلك هي على اعتبار إكسبوننشال فراح يكون تحويلها إلى الفريكونسي دومين يكون بشكل إمبلس لكن التردد مالتها هو ماينس F نوت والأمبليتود مالتها هو أي أوفر 2. إذن ببساطة الآن الإكسبوننشال اللي إحنا نتعامل معها مع التغير بالتايم لو طبقنا عليها الفورير راح نلقى نتيجتها هي عبارة عن دلتا فانكشن أو إمبلس فانكشن. هذه الإمبلس فانكشن راح تكون قيمتها بالفريكونسي بالتردد اللي إكسبوننشال تعمل به والأمبليتود اللي هو يمثل أمبليتود الدالة اللي عندنا. هذا الرسم نسميه تو سايد على اعتبار رسمنا بالاتجاهين، بعض الأحيان يطلب سنجل سايد وهنا راح يكون عندنا ما معناه نرسمه بدلالة فقط الاتجاه الموجب اللي هو الاف نوت والامبليتود يكون هو دبل الامبليتود اللي استخدمناه هنا. هذا ضروري جدا أن الطالب يعرف شلون يحول الدالة إلى الفريكونسي دومين باستخدام المعادلة أو باستخدام الدوال الجاهزة إذا كانت هي الدالة ينطبق عليها مباشرة حالة الدوال من الجداول مال فورير ترانسفورم، وضروري جدا أن يقدر يرسمها بالفريكونسي دومين. نأخذ مثال توضيحي. المثال find the spectrum single and double side of the signal. signal بالحقيقة هي f of t تساوي 7 ناقص 10 كوساين 40 باي تي ناقص 60 درجة زائد 4 ساين 120 باي تي. الحقيقة نحتاج أن نحول هذه بدلالة الكوساين حتى يكون رسمها سهل عندنا. نقدر نستخدم هذه المتطابقات اللي هي الماينس أي كوساين 2 باي F نوت تي، نقدر نكتبه بشكل أي كوساين يعني
نقدر نتخلص من النيجاتيف من خلال إضافة أو طرح 180 درجة. كذلك الساين نقدر نكتبه بشكل كوساين مع طرح فرق فيز 90 درجة. إذن نعيد هذه المعادلة بحيث نقدر نكتب بما أنه هذا كونستنت فنقدر نكتبه بشكل 7 كوساين 2 باي 0 على اعتبار هنا التردد مالته صفر، تي ناقص كذلك الفرق فيز عنده صفر ديجري. إضافة إلى ذلك الدالة الثانية نقدر نستخدمها المتطابقة الأولى، فلذلك راح يكون عندنا 10 بدل الماينس 10 كوساين 2 باي 20 تي. هذه كتبنا الأربعين بدلالة 2 باي حتى يكون عندنا هذا مباشرة هو التردد، ناقص 120 درجة على اعتبار أنه هنا استخدمنا المتطابقة الأولى. المتطابقة الثانية كذلك نستخدمها في الحد الثالث بحيث نقدر نكتبه بشكل 4 كوساين 2 باي 60 تي، وقلنا هذا كتبنا 120 باي تي بشكل 2 باي 60 تي حتى يكون هذا هو التردد مباشرة يسهل علينا عملية الرسم. وهنا حولنا إلى الكوساين لذلك استخدمنا هذه المتطابقة. الآن عملية التحويل المعادلة إلى رسم ضرورية جدا لأنه راح تكون كثيرا ما تمر علينا في أنظمة الاتصالات. هنا أول تيرم بما أنه التردد أو تغير مع التردد غير موجود، فلذلك ما معناه يكون السبعة ترددها صفر، إذن موجودة على الواي أكسس والأمبليتود مالتها سبعة. الحد الثاني مثل ما واضح أمامكم هو كوساين، وقلنا الكوساين عبارة عن two impulse function، الأولى بقيمة التردد والثانية بناقص هذا التردد والأمبليتود مالتها يمثل هذا الأمبليتود على 2. إذا نقدر نرسم هذا الكوساين بشكل impulse، الأولى موجودة عند العشرين هيرز والثانية موجودة عند الناقص 20 هيرز، والأمبليتود مالتها هو 10 على 2 فراح يكون عندنا 5. أما الحد الثالث فهو كذلك كوساين، إذا نقدر نرسمه بالفريكونسي دومين أو تحويلته للفريكونسي دومين، راح تكون شكلها بشكل 2 impulse function، الأولى عند التردد الأول اللي عنده اللي هو 60 والثانية تكون عند الناقص 60 والأمبليتود مالته هو 4 على 2. إذن هنا الطالب مخير بين أنه يحلها باستخدام معادلات فوريير أو يقدر يستخدم بعض الجداول اللي هي تكون تحويلة للفوريير للمعادلات اللي شكلها ثابت. هذا مثال لبعض الدوال مثل الدلتا راح تكون بالتايم دومين تكون عبارة عن واحد بالفريكونسي دومين، والواحد بالتايم دومين راح يكون هو دلتا بالفريكونسي دومين. وهذا اللي يهمنا انه احنا الدلتا بالتايم دومين هي عبارة عن اكسبونينشال، وبالعكس الاكسبونينشال بالنسبة تايم دومين راح تكون دلتا بال فريكونسي دومين، وهكذا الساين والكوساين تحويلاته. وأكو جداول تتضمن أغلب الدوال الثابتة أو المعروفة تحويلها إلى الفريكونسي دومين، بإمكان الطالب استخدام هذه التحويلات. الآن نقطة مهمة جدا هي عملية الترانزليشن بالفريكونسي دومين. إيش نقصد بالترانزليشن وين راح نستفاد منه؟ بالحقيقة هي ضرورية جدا عندنا ومفهوم يجب أن نأخذ التفاصيل لأنه راح يخدمنا كثيرا في عملية الموديليشن. الآن a signal may be translated، أي إشارة ممكن أن نسوي لها translated to a new spectral range، نقدر ننقلها إلى تردد آخر بالفريكونسي دومين من خلال عملية multiplying the signal اللي احنا نريد ننقلها بمن نضربها with an auxiliary sinusoidal waveform. أتمنى هنا تركزون انه احنا الدالة اللي نريد ننقلها من تردد الى تردد اخر بالفريكونسي دومين نقدر نسوي هاي العملية من خلال ضرب الدالة بدالة اخرى auxiliary ثانوية، شرط ان تكون هي sinusoidal waveform. زين، إذا ردنا نطبق هذا الكلام أو نتحقق من عده نأخذ الآن مثالين. مثال الأول لو كانت عندنا الدالة الأساسية هي سينسويديال أقدر أنقلها إلى تردد آخر، ونأخذ حالة عامة تكون الدالة جنرال مو سينسويديال أو دالة محددة. شلون نقدر نتحقق أنه فعلا إذا ضربناها بأوكزيلاري سينسويديال ويفون راح يحقق أنه نقل إلها إلى تردد آخر؟ المثال الأول let the signal be a sinusoidal waveform، الدالة الأولى هي VM
تكون هي عبارة عن اي ام كوساين اوميجا ام تي، وقلنا نقدر نكتبها بدلالة الاكسبونينشال على اعتبار الكوساين نقدر نكتبه بدلالة الاكسبونينشال باستخدام الايلر فانكشن. اذا صارت عندي المعادلة بشكل اي ام على 2 اكسبونينشال جي اوميجا ام تي زائد اكسبونينشال ناقص جي اوميجا ام تي، والاي ام هي الامبليتيود او الكونستانت امبليتيود، و الاف ام اللي يساوي انه اوميجا ام على 2 باي هو التردد مع هذه الموجة. طبعا الكوساين مثل ما تعرفون بالتايم دومين هذا شكله، لكن بالفريكونسي دومين شفتوا انه هذا الشكل راح يتحول على شكل امبلس موجودة بالاف ام، والامبلس الاخرى هي بالماينس اف ام، والامبليتود مالتها اي ام اوفر 2. هذه الدالة الاولى، هذا رسمها، هاي معادلتها. نلاحظ انه لو حسب الكلام اللي قريناه لو ضربناها في دالة أخرى أوكزيلاري لكن تكون سينيسويدال، خلنا نفرض هذه الدالة الأخرى اللي هي سينيسويدال هي كذلك بشكل VCAC كوساين أوميجا CT. طبعا هنا خلي يكون عندك هذا التردد مختلف عن التردد الأوميجا M بالدالة الأولى، وعادة ما هذا يكون أعلى من التردد الأول. كذلك هاي المعادلة يمكن مثل ما شفتوا نقدر أن نكتب هاي المعادلة بدلالة الإكسبونينشال، وراح تكون عندنا اي سي على 2 إكسبونينشال جي أوميجا سي تي زائد إكسبونينشال ماينس جي أوميجا سي تي، والاي سي هو كونستانت أمبليتود مال الأوكزيلاري فانكشن، والفريكونسي هو أو الإف كارير هو الفريكونسي مال الأوكزيلاري فانكشن. الآن نريد نحقق الكلام، نضرب الفي أم بالفي سي ونشوف شنو الناتج كمعادلة وكرسم. ال VM في ال VC راح تساوي لنا AM كوساين أوميجا T مضروبة في ال AC كوساين أوميجا كارير. نجي نعوض عن المعادلتين بدلالة الإكسبونينشال ونضرب هاي المعادلتين، فراح نحصل على AM AC على 2 كوساين أوميجا كارير زائد أوميجا MT زائد كوساين أوميجا كارير ناقص أوميجا MT. إذا ما معنى لو ضربنا ذول المعادلتين وعوضنا عنهم بإكسبونينشال، هنا الطالب المفروض يسوي هذه الخطوات حتى يوصل إلى هذه المعادلة. هنا راح تكون عندنا بعد أن نبسطها راح تكون عبارة عن AM AC على 2 مثل ما قلنا، وكوساين مجموع الزاويتين زائد كوساين فرق الزاويتين. الآن هذه المعادلة إذا ردنا نحولها بدلالة الإكسبونينشال راح نقدر نكتب هذا الكوساين بدلالة الإكسبونينشال بشكل AM AC على 4 إكسبونينشال J أوميجا كارير زائد أوميجا MT، والإكسبونينشال الثاني بالنسبة لهذا الكوساين راح يكون إكسبونينشال ناقص جي أوميجا سي زائد أوميجا أم. هنا راح يمثل لنا الكوساين الأول، أما الكوساين الثاني اللي هو يمثل فرق الزاويتين فراح يكون عندنا إكسبونينشال جي أوميجا كارير ناقص أوميجا أم ناقص أوميجا كارير ناقص أوميجا أم، فراح يكون عندنا هنا عبارة عن 2 إكسبونينشال، لكن هالمرة هذول التو اكسبونينشال بدلالة فرق الزاويتين أو مجموع الزاويتين. إذا ردنا نحول هذا أو إذا ردنا نرسم هذا على اعتبار نقدر نحول هذا مباشرة للفريكونسي دومين وبعد ذلك نقدر نرسمه، راح نلاحظ مثل ما شفنا أنه أول اكسبونينشال هي عبارة عن امبلس موجودة بالتردد أوميجا كارير زائد أوميجا أم، والامبليتود مالتها هو AM AC على 4. الإكسبونينشال الثاني راح تكون هي أوميجا كارير زائد أوميجا أم، راح تكون بناقص F كارير زائد F أم، والأمبليتود كذلك AM AC على 4. وبالنسبة للكوساين الثاني أول إكسبونينشال B راح تكون هي عبارة عن إمبلس موجودة بالأوميجا كارير ناقص أوميجا أم، والثاني راح تكون هي بناقص أوميجا كارير ناقص أوميجا أم اللي هي هذه. فالآن لو نلاحظ الرسم عندنا هو فعلا انه نفس الاوميجا ام نفس الرسم مال الاوميجا ام، لكن الان شفتت او صار لها ترانزليشن او صار لها تحريك الى تردد اخر يمثل تردد الاوكسيلاري فانكشن اللي هو اف كارير. نفس الموجه اللي كانت ترسم بدلاله الاف ام فقط الان تحولت الى التردد الاخر اللي هو اف كارير. اذا لو نشوف الملاحظه it may be seen that the original spectrum line have been translated both in positive and negative frequency direction by amount of F carrier. وهذه هي الملاحظة اللي ذكرناها إنه أي دالة نضربها بauxiliary function هذه الauxiliary تكون sinusoidal function راح تنتقل الدالة الأساسية
إلى تردد الأوكسيلاري فانكشن، مثل ما شفنا من ضربنا دالة جيبية بأوكسيلاري فانكشن اللي هي المفروض تكون دالة جيبية، انتقلت الدالة الجيبية الأساسية من تردد اللي هي تعمل به اللي هو FM بدلالة التردد الآخر F carrier، وشفنا راح تنتقل إلى البوزيتيف نيجاتيف حول ال F carrier. طبعا كذلك هنا ملاحظ the message signal of finite energy and non-periodic it may be represented in frequency domain by its Fourier transform. نقدر نمثل الدالة non-periodic باستخدام الفورير ترانسفورم. الآن لو رحنا للحالة الثانية تكون عندنا دالة أخرى عامة مو جيبية اللي هي تمثل الدالة الأساسية، هنا سميناها M of T وهي band limited و frequency range راح يكون 0 to omega M. هنا نفرض أنه الفورير ترانسفورم مالتها هي capital M بدلالة الفريكونسي، وراح نقول أنه هذه الدالة بما أنه هي دالة عامة رسمها بالفريكونسي دومين راح نفرضها بهذا الشكل. هذا فرض تخمين أنه الدالة عندنا عامة جنرال، نفرض أنه الفريكونسي دومين الشكل مالتها الرسم مالتها بعد نحولها للفريكونسي دومين راح يكون بهذا الشكل. إذن the spectrum resulting when M of T is multiplied by cosine omega carrier T، هنا فرض أنه الـ AC يكون واحد لتبسيط المعادلة، والباندوث عندنا هو أوميجا M. إذن الفورير للـ M of T مضروبة في كوساين على اعتبار أنه هذه هي الـ F of T سميناها M of T، وإذا ضربناها في أوكسيلاري يكون هذا الأوكسيلاري سينوسويدال، فراح نشوف هذه شو يكون الفورير مالتها. طبعا الفورير المعادلة مالته من ماينس انفينيتي لانفينيتي مضروب في اكسبونينشال جي اوميجا تي دي تي. بعد ان نجري هذا الانتجريشن راح نحصل بالنتيجة انه عندنا المعادلة بشكل نصف ام بدلالة اوميجا ماينس اوميجا كارير زائد نصف ام اوميجا زائد اوميجا كارير. وهنا مثل ما قلنا الام هي دلالة على التحويل الام اوف تي الى الفريكونسي دومين، بس راح تكون بدلالة هذا الفريكونسي. إذن هذه الدالة رسمها فرضنا لما يكون بالفريكونسي دومين، نلاحظ أنه بعد أن ضربناها بالكوساين راح نشوف رسم هذه الدالة بشكل عبارة عن نفس الشكل الأساسي للموجة، لكن هالمرة مزحف إلى وين؟ إلى الأوميجا كارير أو الأف كارير. هذا الشيء ينطينا دلالة، ينطينا دلالة أنه إحنا أي موجة نضربها في auxiliary function تكون جيبية نفس الشكل للموجة الأساسية، ما يحدث لأي تغيير، لكن راح يصير لعملية translation عملية انتقال إلى التردد اللي تعمل به الأوكسيلاري فانكشن بمقدار هذا التردد. طبعا الباندوث يبقى نفس الباندوث اللي كانت تعمل به الموجة. بعض التصنيفات أو التسميات هذه الجزء اللي أعلى الأف كارير نسميه upper side band واللي هو أعلى التردد بالنسبة للأوكسيلاري، أما الأقل راح نسميه lower side band ويكون هو أقل من الأف كارير. هذا دلالة أنه إحنا إذا ضربنا أي دالة بأوكسيلاري فانكشن تكون جيبية هذه الدالة راح يحدث لها عملية translation بالفريكونسي دومين. هذا راح تخدمنا كثيرا في مفهوم المودوليشن. المر على الـ general element of communication system. أي communication system موجود لابد أن يكون بصورة عامة التصنيف الـ block diagram ما تكون بهذا الشكل. راح يكون عندنا source للـ information، شيء طبيعي حتى ننقل المعلومة لازم يكون عندنا أساسا مصدر لهذه المعلومة، والـ source information هو قد يكون human voice, machine of message, TV or data أو any other sources. طبعا مو دائما شرط ان يكون الانسان هو مصدر لهذا المسج، قد يكون ماشين اوف مسج، والماشين اوف مسج اللي هي عاده ما نطلق عليها تكون غير الانسان، اما يكون عندنا ماشين سيرفرز او اي تطبيق بامكانيه انه يرسل معلومات مباشره على الضوء المعطيات اللي عنده او الانبوت، اضافه الى انه هذه السورس مسج هذه يحتاج انه تمر على الانبوت ترانست يوزر. هذا الانبوت ترانست يوزر واللي نفسه عندنا بالاوتبوت وظيفته شنو؟ ذا انبوت ترانست يوزر كونفيرتس ذا مسج تو ا سيجنال ان الكتريكال سيجنال فولت اور كارنت.
بالحقيقة هذا نفسه موجود بالأوتبوت. وظيفة هذا الترانسديوزر أو هذا الستيج الأولى هو يحول لي من شكلها الأساسي للمسج إلى سيجنال قابل أن يتعامل معها الكوميونيكيشن سيستم. وهي نقطة مهمة أن نفرق بين المسج أو الانفورميشن مع السيجنال، لأنه السيجنال هنا عملية ملائمة لهذا المسج أو تحويل إلى شكل آخر يتعامل معها السيستم، لأن بشكلها الأساس السيستم ما راح يقدر يتعامل معها مباشرة. بعد ذلك نمر على المرحلة الثانية اللي هي الترانسميتر. The transmitter couples the input message signal، هذه السيجنال بعد أن حولناها، to the channel for effective and efficient transformation. إذن وظيفته هي عملية coupling أو عملية توصيل ما بين السيجنال والشانل بعملية نقل تكون شروطها أن تكون effective and efficient، تكون بطريقة توصل المعلومة بكفاءة ودقة حتى تكون المعلومة واصلة كاملة. هنا طبعا بهذا البلوك دايجرام أكو كثير من العمليات، من عدها هذه العمليات مثل amplification قد نحتاج بعض الأحيان تكبير الإشارات، ممكن filtering، والعملية المهمة جدا اللي هي المودوليشن. المودوليشن اللي راح تدور حولها محاضراتنا في مادة الاتصالات هي عملية مهمة جدا. والمودوليشن نقصد به بالعربي التضمين. It is a process designed to match the properties of the transmitted signal to the channel. يعني ببساطة انه الإشارة اللي عادة ما احنا نريد ننقلها مواصفاتها خصائصها غير متطابقة مع الشانل اللي نرسل به، فلذلك حتى نرسل هذه المعلومة من خلال الشانل يجب أن تمر هذه الإشارة على عملية نسميها المودوليشن أو التضمين، وهي بالحقيقة ببساطة أنه راح يكون عندنا إشارة ثانية مواصفاتها ملائمة لهذا الشانل، وظيفتها هي عملية حمل أو عملية إرسال الإشارة من خلال الشانل، لأنه الإشارة الأساسية غير قابلة أن تمر من الشانل مباشرة بدون أن تكون معها إشارة ثانية تكون واسطة إلها للمرور من هذا الشانل. الجزء الآخر اللي هو الترانسميشن شانل. الترانسميشن شانل نقصد بأي واسطة لنقل المعلومات، ممكن يكون واير أو كيبل، تليفون لاين، باور لاين اللي هي الآن قد تكون محسوسة لكم كثير من الأجهزة الآن، ممكن ربطها على أسلاك الكهربائية بالبيت وتقدر من خلالها تنقل البيانات أو المعلومات. إضافة إلى ذلك الوايرلس أو السبيس أوبتيكال فايبر اللي كذلك أصبح محسوس لكم وموجود من خلال نقل البيانات أو المعلومات في المدن والمناطق السكنية. الووتر الإيرث، هذه كلها أمثلة على الترانسميشن شانل. الآن ملاحظة عندنا regardless of channel type، بغض النظر عن نوع الشانل من هذه، it degrades the transmitted signal in a number of ways. هنا راح يكون أكو في التأثير على الإشارة من خلال الشانل بمفاهيم منعة الاتنويشن اللي هو التضعيف، reduce of signal strength with distance، تقليل إلى قوة الإشارة مع المسافة، شيء طبيعي ملاحظين هذا مع امتداد المسافة أو بعد المسافة نلاحظ الإشارة تبدي تضعف، distortion تشويه، راح يكون عندنا إشارة يحدث إلها تشويه نتيجة الـ imperfect channel response، الانترفيرنس اللي هو التداخل، هنا راح يصير عندنا ممكن أن يكون تداخل نتيجة تشابه الترددات اللي تبث بها الإشارات، والشيء الأخير اللي هو النويز اللي بصورة عامة هو random و unpredictable electrical signal form اللي هي تأثر لنا على الإشارة. الشانل بصورة عامة راح يكون بهذه التأثيرات على الإشارة. بالreceived شيء طبيعي راح يكون عندنا عملية استلام للإشارة حتى نقدر نطلع الإشارة الأساسية أو المعلومات من الإشارة اللي هي تعتبر إشارة حاملة مع الإشارة اللي تحمل المعلومات اللي هي راح تكون بشكل إشارة مضمنة، راح نقدر نسترجع الإشارة اللي بها المعلومات ونتعامل معها من خلال عملية رفع النويز، رفع التأثيرات اللي حدثت بالشانل إلى أن نوصل إلى معلومة متكاملة من خلال عملية الديمودوليشن اللي هي عكس المودوليشن اللي هي عملية استرجاع الإشارة من الإشارة المضمنة مع الإشارة الحاملة. عندنا مفهومين اللي هو signal to noise ratio،
هذه نحتاج بعض الأحيان نقيس قوة الإشارة نسبة إلى النويز اللي تأثر عليها. فلذلك هنا عندنا مفهوم السيجنال تو نويز ريشيو S over N. الاس نقصد بها الباور مال الإشارة إلى الباور أو النويز باور، ونأخذها بوحدة الدي بي، فنحتاج نقيسها 10 لوج S over N، يعني راح تكون عندنا هنا وحدة السيجنال تو نويز ريشيو بالدي بي. طبعا المفهوم الآخر اللي هو الباندوث، والباندوث أتمنى تركزون إنه الباندوث هو رينج أوف فريكوانسي، يعني الفترة اللي تمتد بها أو بالعربي النطاق اللي يمتد به هذا التردد للموجة المعينة. يعني التردد الموجة إذا بدت من الصفر إلى العشرة مثلا ميجا أو كيلو هيرز، ما معناه يكون الباندوث مالتها عشرة، لكن إذا الموجة بدت من عشرة كيلو هيرز وانتهت إلى عشرين كيلو هيرز، ما معناه تردد هذه الموجة هو الفترة اللي ممتدة من عشرة إلى عشرين، واللي يمثل لنا عشرة كيلو هيرز وليس 20 كيلو هيرز على اعتبار انه بادية من الصفر الى العشرين. اتمنى ان يكون واضح لكم انه الباندويث هو الترددات اللي تمتد عليها او فترة الترددات اللي تشغلها هذه الموجة. ممكن ان نصنف الكوميونيكيشن سيستم الى ثلاث انواع: انالوج كوميونيكيشن سيستم، ديجيتال كوميونيكيشن سيستم، والهايبريد كوميونيكيشن سيستم. انالوج يعني راح يكون السيستم يكون بشكل انالوج كوميونيكيشن، أما النوع الآخر هو ديجيتال اللي هو مفهومه مختلف عن الأنالوج مثل ما وضحناه بالمحاضرات السابقة. هايبريد نقصد به راح يكون خليط بين الأنالوج والديجيتال. Analog signal transmission: for the purpose of analysis, analog signal transmission define the transmission of arbitrary finite energy low pass signal over a given channel. In some cases, the signal will be a single sinusoidal tone or a power signal. الآن نريد نشوف الإشارة بصورة عامة. مثلا لو أخذنا f of t هي cosine omega m، إذا كان الإشارة موافقة بحيث حصلنا أكو channel يكون هو low pass channel، يعني معناه channel يتعامل مع الترددات الواطئة، إذا الـ baseband communication راح نقدر ننقل الإشارة بدون أن نحتاج modulation إذا توفر مثل هذا channel. الحالة الثانية أن يكون عندنا باند باس شانل، هنا ما معناه هذا الشانل يتعامل بالترددات اللي هي فوق الوسط، ترددات اللي هي أعلى من اللو فريكونسي، إذن بهاي الحالة راح يكون عندنا برود باند كوميونيكيشن مو بيس باند حتى نقدر ننقل الإشارة مثل ما هي بتردداتها الواطئة. لذلك راح نحتاج هنا ضروري جدا أن يكون عندنا موديليشن، وهذا هو المفهوم اللي قلناه ان الموديليشن ضرورته انه الشانل يتعامل بمواصفات لا تلائم السيجنال او الانفورميشن اللي نريد ننقله. اذا بما انه هذه الاشاره اللي هي تمثل للانبوت مسج غير قابله للمرور من خلال الشانل لاختلاف المواصفات، اذا هنا احتاج فد واسطه اخرى وظيفتها نقل هذه الاشاره من خلال هذا الشانل. هذه الاشاره اللي احتاجها حتى انقل بها الانفورميشن سيجنال مواصفاتها ملائمة للشانل، وهذا المثال عادة نضربه أنه الطالب عادة ما يحتاج واسطة نقل حتى ينتقل مثلا إلى الكلية أو إلى أي مكان يبتعد عن بيته. هذه الواسطة هنا نقدر نمثلها وكأنما هي الموجة الحاملة اللي تمثل أنه السيارة أو أي واسطة نقل هذه إلها قابلية أن تمر بهذا الشانل أو إلها قابلية أن تقطع هاي المسافة بزمن قليل، لكن الإنسان الطبيعي ما يقدر يقطع هذه المسافة بزمن قليل قياسا بسرعة السيارة. لذلك يحتاج الإنسان الآن يمثل لي الانفورميشن سيجنال، الواسطة النقل تمثل لي الكارير أو الموجة اللي راح تحمل هذه الإشارة من خلال الشانل، وبالنتيجة بالاستلام راح نقدر نسترجع الموجة من الموجة الحاملة واللي تمثل هنا عملية وصول الطالب إلى الكلية. هنا مثال بسيط انه الطالب من يوصل للكلية هو المطلوب انه يكون بالكلية ويدرس ويعمل، واسطة النقل هي غير ضرورية. نفس الشيء بالنسبة للإشارة، من توصل للرسيف يتطلب انه نفصل الإشارة من الموجة المضمنة حتى نطلع الإشارة من الموجة الحاملة، هذا ضروري جدا. الملاحظة هنا كلش مهمة انه the majority of practical channels have band pass characteristic. إذن هنا أغلب الشانلز اللي موجودة عندنا هي band pass characteristic، لذلك modulation راح يكون ضروري جدا. And
Modulation is necessary for translating the low pass signal spectrum to match the band pass characteristic. إذا ضروري جدا إذا أريد أنقل إشارة على اعتبار أغلب channels اللي عندي هي بشكل band pass characteristic, إذا لابد أن تمر على المودوليشن. نقدر نصنف المودوليشن حسب الإشارات إلى نوعين, continuous wave وpulse modulation. طبعا راح ناخذ الcontinuous ونمر على كثير من الأنواع بالmodulation. The carrier is sinusoidal waveform. هنا جدا مهم أنه نفهم أنه هذه الموجة اللي راح تحمل لي الinformation signal هي sinusoidal waveform at a frequency much higher than any of frequency component contains in modulation signal. يعني ما معنى أنه هاي الموجة اللي راح تحمل لي الinformation signal ترددها راح يكون أعلى بكثير من أي تردد موجود بالموجة اللي نريد نرسلها. وهنا راح يكون عندنا أنواع نمر عليها اللي هي الامبليتود مودوليشن نورمال اي ام او النورمال امبليتود مودوليشن والدبل سايد باند سنجل سايد باند, إضافة إلى ذلك أنواع بالانجل مودوليشن اللي هي فريكوانسي مودوليشن اف ام والفيز مودوليشن. هذه نمر عليها بالفصل الأول, وإن شاء الله نمر على البلس مودوليشن او ديجيتال مودوليشن بالفصل الثاني. فيكون عندنا بلس امبليتود مودوليشن وبلس ديوريشن او بلس ويدث مودوليشن وبلس بوزيشن مودوليشن. بالنسبة للمسج نقدر نصنف كذلك المسج حسب نوعها, إما analog modulation أو digital modulation. الآن ضروري جدا أنه نفهم regardless type of modulation it must be reversible process, يعني بغض النظر عن نوع المودوليشن المفروض يكون المودوليشن reversible. يعني ما معناه عمل يكون قابل للانعكاس, يعني انت سويت مودوليشن بالارسال لابد ان يكون اكو عندنا دي مودوليشن حتى نقدر نسترجع الاشاره. هذا جدا ضروري بالنسبه للمودوليشن. ناخذ اسباب او الاهداف اللي تخلينا نلجأ للمودوليشن. الحقيقه اول هدف انه مودوليشن فور ايزي اوف راديشن. لو فرضنا عندنا اوديو سيجنال ترددها من 100 هرتز الى 3000 هرتز, حتى نحقق أفضل إرسال إلها نحسب أول بداية الطول الموج لهذه الإشارة. راح نأخذ أن اعتبرها هي تشتغل بالميت هيرز, فراح اللامدا أو الطول الموج يساوي إن سرعة الضوء على الفريكونسي, فراح يكون 3 × 10^8 مقسومة على 100 هيرز, فراح يطلع عندنا الطول الموجي لهذه الإشارة هو 3 × 10^6 متر. حسب القوانين أو أفضل تصميم للهوائيات أو الأنتنة اللي تبث الموجات يكون ضمن أن تكون طول هذا الهوائي بمقدار لامدا أوفر 10. إذا قسمنا اللامدا مال هذه الإشارة اللي هي 3 × 10^6 على 10 فراح نحصل 3 × 10^5 متر. يعني ما معنى هذا الهواء المفروض طوله 300 كيلومتر, وهذا حقيقة غير عملي وغير قابل للتطبيق انه احنا نرسل اشارة 100 هرتز لابد ان نسوي لها هوائي طولة 300 كيلومتر. لذلك يكون المودوليشن ضرورة جدا حتى نقدر نرسل مثل هكذا اشارات ترددها قليل, وبالنتيجة يكون الطول الموجي مالتها عالي وتحتاج انه نصمم لها هوائي يكون جدا طويل. كذلك المودوليشن نحتاجه لان راح يسوي لنا عملية ريديوس للنويز وللانترفيرنس, إضافة إلى أنه المودوليشن راح يخليني أقدر أسوي assignment تحديد للترددات اللي أريد أرسل بيها. النقطة الرابعة مودوليشن راح يفيدني في عملية الملتيبلكسينج, أنه أقدر أجمع عدة إشارات بإشارة واحدة, وهذا راح يمر علينا باللونج ديستنس تليفون وكذلك بالأف أم ستيريو. النقطة الخامسة المودوليشن راح يساعدني كثيرا في عملية تسهيل الليميتيشن اللي موجودة أو الصعوبات اللي موجودة بالإكويبمنت اللي أستخدمه. هذا بالحقيقة ما نتناوله في محاضرتنا لهذا اليوم. أشكر حسن استماعكم وإصغائكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.